بونسوار. طقس مستقر رح يسيطر على اجواءنا للايام اللي جايه ولبكره، جونا قليل لغيوم الى غائم جزئيا، ودرجات الحراره رح تتسجل على الشكل التالي. بنبدا جولتنا مع كار و18 درجه، 23 بطرابلس، 24 بالعاصمه بيروت وايضا بسور. بننتقل الى بعلبك مع 16 درجه، 10 باللقلوق، 17 بزحله وايضا بجزين. نسبه الرطوبه عم بتسجل اقصاها على السواحل 75%. رياح اتجاهها جنوبي غربي وعم بتسجل سرعتها 25 كيلومتر بالساعه، اما حال البحر فهيدي. كيف رح بكفي طقسنا للايام اللي جايه؟ اذا لبكره جونا غائم جزئيا ودرجات الحراره عم تسجل على السواحل 24 درجه. تستقر على 24 لنهار الاحد وجونا غائم كليا بتقلب المساء، لتكون الاجواء مهيئه لمنخفض جوي قادم من نهار الاثنين رح يؤدي الى طقس متقلب. درجات الحراره عم تسجل الاثنين 23 درجه وبتنخفض بشكل ملحوظ لنهار الثلاثاء ل 19 درجه وجونا غائم مع امطار متفرقه غزيره احيانا. هون نوصل لختام نشرتنا، انا بلاقيكم بكره بنشره جديده، تصبحوا الف خير.